من حق الشعب أن يستخدم مادة 75 وأن يطلع القانون اللي هو اسمه قانون العفو. فسقطت هذه الحجة وأتوا اليوم إلى الحجة الأخيرة أو المحاولة الأخيرة، محاولة خلط الأوراق باستخدام خالد الشطي اللي هو أساساً مستخدم في اللجنة التشريعية إما لشطب الاستجواب إما لقمع القوانين الشعبوية، واليوم تم استخدامه لمثل هذه القضية. هناك البعض يعتقد بأن قضية العفو العام هي قضية أشخاص ينعدون على أصابع. يا أخوان، القضية لا تتعلق فقط في الرموز والشباب الموجودين برا الكويت. هذا هو الفيصل، بما أنك أنت تريد أن تحارب الفساد أو ترعى الفساد. لا يستوي أبداً بأن تخرج يا رئيس الحكومة وتجي تقول بأن أنا أرفع لواء محاربة الفساد، ومن حارب الفساد عملياً وقدم تضحيات على الأرض موجود خارج البلاد. لذلك القضية لا تتعلق بأسماء أو أشخاص. لا يحاولون يخدعونكم يقولونكم يا جماعة، وبالذات أنا كلامي حق النواب، أنتم مخلين القضايا ورايحين حق قضايا أشخاص. لا بالله، ما هي قضايا أشخاص، هذه قضية بين الحق والباطل. الانتصار لها الانتصار لمحاربة الفساد، الخنوع لها هو الرضا بالفساد.